اليوم في مناسبة انتهاء مهام عمل الجنرال فولتير قائد المنطقة الوسطى، وناقشنا الفترة الماضية وما سبقها من عمل مشترك في معارك التحرير ودحر عصابات داعش الإرهابية. أيضا ناقشنا الوضع الآن، المعارك الجارية في على الحدود مع داعش وبإسناد قوات التحالف لقوات سوريا الديمقراطية، وناقشنا ملف الحدود وملف التدريب والاستمرار بالتسليح والتجهيز. كلها كانت ملفات متفق عليها وكانت استجابة إيجابية من قبل الجميع ومتفق على كل التفاصيل. طبعاً يسعدنا جداً أن نعود هنا في هذه الزيارة إلى العراق وإلى بغداد. يسعدنا جداً أن نكون هنا في بيتنا الثاني. نحن ممتنين جداً وفخورين بالعلاقة القوية التي تجمعنا مع القوات الأمنية العراقية في كل السنوات الماضية. ونحن كولايات المتحدة الأمريكية وكقوات تحالف دولي تشرفنا بمساعدة وتمكين القوات الأمنية العراقية في محاربة هذا الداعش، ولكنها وحدها القوات الأمنية العراقية هي التي أدت هذا العمل والجهد المضني والمعارك الطاحنة التي خاضتها في تحقيق هذا الزخم الانتصاري. مثلوا أنفسهم أفضل تمثيل وخدموا شعبهم والشعب العراقي أفضل خدمة، ونحن فخورين للغاية بشراكتنا المستمرة مع القوات الأمنية العراقية. وفي المستقبل وبطلب من حكومة العراق، نحن سنعمل على استدامة هذه العلاقة ولتحقيق الغاية النهائية والحتمية هي منع داعش الإرهابي من العودة إلى هذا البلد الجميل. وأخيرا أود أن أتقدم بشكر الجزيل واحترامي للشعب العراقي ولدعمهم المستمر سواء للقوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية. شكرا لكم.